السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوفو دوت اي 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 ده عبارة عن موقع بالذكاء الاصطناعي بيحول الكلام اللي انت هتكتبه لصوت، يعني بيحول التكست لصوت لأوديو فتقدر ان انت تسمعه. حاجة احترافية، تمام؟ لان ممكن يكون انت عايز تعمل حاجة زي كده لكن هتكلفك فلوس، فهو هنا بيعملها بشكل اسرع وبشكل ارخص. في نسخة طبعا تجريبية، لكن النسخة اللي هي بفلوس بيكون مبلغ قليل. تكتب كل الكلام اللي انت عايزه وتخلي اكتر من صوت يتكلم، يعني ممكن تقول مثلا مره يبقى صوت مثلا كذا، ومره بصوت مثلا شاب عيل صغير، في 5 أصوات يقدروا ان هم يبقوا موجودين. وتقدر ان انت تضيف صور بحيث في الاخر ينتج عندك فيديو وفي كلام مكتوب وفي صوت مضاف للفيديو، فتبقى حاجه احترافيه وحاجه جميله جدا ان شاء الله. تقدر تعمل سحب الصوت بحيث تعيد ترتيبه لو انت عايز، مجرد تكتب وتقول له ليسن تبدا تسمع الصوت بصوت اي حد فيهم. والجميل ان فيها لغه عربيه وتقدر تجربه بشكل مجاني تماما.